السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البينة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويعطوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورة الفجر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجحنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤدبه الله عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سورة العلق.